السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناتي. وصفة اليوم وصفة مميزة جدا وتحتاجها أغلب النساء. هذه الوصفة لعلاج تجاعيد الوجه والتخلص نهائيا من التجاعيد والخطوط الموجودة في الوجه. أيضا من مزايا هذه الوصفة أنها تبيض وتفتح لون البشرة. إذا كانت هناك حبوب في الوجه أو حب شباب سوف يختفي نهائيا بإذن الله، خاصة إذا اتبعنا الوصفة بجميع خطواتها وبجميع مراحلها. بالنسبة لوصفة اليوم هي عبارة عن ماسك لشد البشرة وإزالة التجاعيد، ثم يأتي بعدها المرطب وهو مهم جدا خاصة لأصحاب البشرة الجافة. نبدأ مباشرة في تحضير وعمل هذه الوصفة. سنحتاج فيها إلى مجموعة من المكونات، كل هذه المكونات مهمة جدا في نجاح الوصفة. قبل ما أتكلم عن مراحل عمل هذه الوصفة، أتمنى منكم دائما دعمي بلايك وشير للفيديو، لن تخسروا أي شيء بعمل لايك للفيديو إذا أعجبكم. نبدأ أول شيء، سنحتاج إلى البرتقال. بالنسبة للبرتقال نعلم جميعا أنه غني بالفيتامين سي، يعني مشبع بهذا الفيتامين الذي تحتاجه البشرة في تغذيتها وشد البشرة وتجديد الكولاجين الخاص بالوجه. بالنسبة للبرتقال يعني فضلت استعمال البرتقال لأنه يناسب جميع أنواع البشرة. أما الناس الذين لا يتحسسون من الليمون، ممكن أننا نستبدل البرتقال بالليمون، ولكن أنصح باستعمال البرتقال أحسن. نأخذ تقريبا عصير مقدار ملعقتين من عصير البرتقال، ملعقتين كبيرتين، ونحتاج إلى المكون الثاني وهو البانادول أو الأسبرين. بالنسبة لهذا المكون له مفعول قوي جدا في تبييض وتفتيح لون البشرة وشد البشرة وعلاج الحبوب إذا كانت موجودة في الوجه. نحتاج تقريبا إلى مقدار حبتين ثم نقوم بطحنهما ونمزج جيدا المكونين مع بعض حتى تذوب الحبيبات بالكامل، ثم نضيف بقية المكونات. بالنسبة للمكون الآخر وهو عسل النحل، سنضيف مقدار ملعقة صغيرة من عسل النحل ونحاول إذابته جيدا. مع بعض بالنسبة لحبيبات البانادول هي عبارة أيضا عن مقشر للبشرة، بعدها نضيف المكون الآخر وهو جل الصبار أو جل الألوفيرا. بالنسبة لجل الصبار سأستخدم المعلب ولكن بنوعية جيدة، إذا توفر عندنا الطبيعي يكون أحسن الذي نستخلصه من النبتة، ولكن إذا أضفنا الطبيعي لا يمكن الاحتفاظ بالخليط مدة طويلة. أما إذا أضفنا المعلب فممكن أننا نحتفظ بالخليط لمدة طويلة
جدا ونستعمله في عدة مرات. نمزج كل المكونات جيدا مع بعض حتى تتجانس، ثم نقوم بتطبيقها على بشرة نظيفة تماما. ننظف الوجه جيدا، ثم نضع طبقة باستعمال هذا الخليط بهذا الشكل، ونقوم بعمل حركات دائرية بهذه الطريقة. نترك هذا الماسك أو هذه الخلطة على الوجه تقريبا 45 دقيقة، ثم نقوم بتنظيف البشرة جيدا من هذا الخليط، ونرشها بماء الورد. نرش البشرة بماء الورد ونتركها على البشرة. نكرر هذا الخليط أو هذا الماسك على الوجه تقريبا 3 مرات بالأسبوع، خاصة للناس الذين يعانون من التجاعيد العميقة. بعدها نأتي لمرحلة الترطيب. بالنسبة لمرحلة الترطيب أنصحكم بزيت رائع جدا للبشرة. بالنسبة لهذا الزيت هو زيت الفيتامين سي، أنصح به خاصة للناس الذين يعانون من التجاعيد والتجاعيد العميقة والخطوط في الوجه. بالنسبة لطريقة استعماله بسيطة جدا، نأخذ كمية من هذا الزيت ونضعها على الوجه. بالنسبة للناس الذين يعانون من الخطوط حول العينين أو التجاعيد حول العينين يصلح أيضا لهذه المنطقة، ونقوم بعمل حركات دائرية بهذا الشكل. من الأحسن أننا نستعمله في الليل وبشكل يومي. بالنسبة لأسفل العينين نقوم بالطبطبة أسفل العينين بهذه الطريقة. نترك هذا الزيت لليلة كاملة، وفي الصباح نقوم بغسله. نستمر في استعماله عدة مرات ما بالتوالي مع الماسك. إذا لم يتوفر هذا الزيت ممكن أننا نستعمل أي كريم مرطب مناسب للبشرة، أو نستعمل زيت جوز الهند مع القليل من جل الصبار. إذا توفر عندنا فيتامين أ أو الفيتامين ه، نضيف كمية من الفيتامين ه على خليط زيت جوز الهند وجل الصبار، ونستعمله بنفس الطريقة بشكل يومي. ممكن نحن نقوم بعمل كمية من الخليط ونحتفظ بها للاستعمال اليومي. إذا لم يتوفر نستعمل زيت جوز الهند أو زيت جونسون للأطفال مع الفيتامين ه، وأيضا نستعمله للوجه. هذه هي وصفة اليوم. شكرا لكم على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.